مكملين معكم مشاهدينا، وهلأ بنهارك صحي بفقرة التغذية. اليوم رح نحكي عن أو رح نحكي حول الأنظمة الغذائية العشوائية، ومعنا أخصائية التغذية خلود جويناتي. سعد صباحك. صباح الخير لكم. خلينا نحكي شوي عن الأنظمة العشوائية أو الأنظمة الغذائية العشوائية، وشو بتختلف عن باقي الأنظمة. بالضبط اليوم اخترت الموضوع لأنه هذا الموضوع كتير منتشر عن جد، وبلاحظ صبايا شباب ستات كتير بلجأوا لهذا هاي الأنظمة الغذائية. فبالبداية خليني أعرفها إيش هي الأنظمة الغذائية العشوائية، أو بنسميه الفات دايت. فات دايت من كلمة يعني معناها فاشن فور شورت تايم، يعني موضة لفترة قصيرة. فبالتالي الأنظمة هاي العشوائية هي عبارة عن أنظمة بلجأ لها الشخص لأنها وعدته إنه ينزل وزنه بصورة سريعة بفترة زمنية قصيرة باتباع طرق صحية أو طرق غذائية غير من أنظمة غذائية غير متوازنة وغير صحية، بس هدفه بيكون إنه يوقف على الميزان، يلاقي حاله نازل 3-4-5 كيلو. وهي للأسف كتير منتشرة، تفتح النت بتلاقي كتير، هي اللي بتجذبهم العناوين: افقد 5 كيلو في أسبوع، افقد 10 كيلو في أسبوعين، الخلطة الحارقة للدهون، كمون وليمون حارق للدهون. هاي كلها المشاهد بس بلفت نظر العنوان بس ما بيعرف قديه هو نتائجها سلبية. ونشوف برضو كتير في مشاهير على السوشيال ميديا عم بتسبقوا برضو لايف ستايل هاي الأشياء معين. كتير غلط. علم التغذية هو علم لأصحاب اختصاص، يعني ما بصير حدا عمل تجربة على هذا الدايت يكون عنده على السوشيال ميديا كتير فولوورز يعني متابعين يحكي تجربته انه نزل مثلا 10 كيلو وهي طريقة خاطئة يقوم احنا كلنا نتبع هذا الدايت. انت حكيتي انه له مخاطر وله سلبيات، خبرينا شو ممكن يكون في مخاطر وسلبيات على حياة الشخص. بالضبط. هلا احنا جسمنا بحاجة لثلاث عناصر مجموعات رئيسية، هي كربوهيدرات ونسبة كبيرة منها من السعرات الحرارية لازم نتناولها، بروتينات ودهون. كل إشي هدول ليش إحنا بحاجة؟ كل إشي له وظيفته بالجسم. إذا راح عنصر من هدول حيغطي مكانه عنصر تاني، حتى إنه يعني مثلاً بتبطل وظيفة البروتين وظيفته الرئيسية، بتصير وظيفته يغطي مكان الكربوهيدرات، وبالتالي هون حيصير عندنا خلل بالجسم. هاي بصورة مبسطة وما ينتج عنه. هلا انا جبت هون امثله على هاي الانظمه، هاي بعض يعني بعض منها بس. هي الاكثر شيء دارجه. اول شيء نبدا بشيء اسمه ليكويد دايت. ليكويد دايت يعني انك ما تاكلي اغذيه صلبه، يعني ما تمضغي، انه بس تضلي على الشوربات، على العصائر، على الحليب، على الالبان. هذا طبعا بيعطيك سعرات حراريه كثير قليله، بتتابعوه لفتره طويله اسبوع اسبوعين ثلاثه. طبعا من اعراضه هون هلا كل هدول بيعطوك سعرات حراريه قليله. لما يعطوك سعرات حراريه قليله انت عندك زياده وزن، عم تاكلي 2500 سعر حراري باليوم، فجاه نطيتي ل 800 سعر حراري في اليوم، هذا الفرق حينزلك وزن في البدايه، بس وزنك خلل. هذا حيكون عباره عن 75% منه سوائل وعضل، 25% فقط منه دهون. فبالتالي رح ترجعي اول ما ترجعي يخلصوا هدول الاسبوعين. كثير في ناس بيقولوا لي طب خلص بنعمله بس اسبوعين، بعدين بننزل 2-3 كيلو، بعدين بنبدا مثلا بالدايت الصحي. هون ما رح يزبط، لانه انت بهدول الاسبوعين كثير قللت سعراتك الحراريه، وطيت عمليه الايض عندك. لما ترجع تاكل كنت تاخذي 800، لما ترجع تاكلي 1200 ستيل قلال، ما زالوا قلال، بس هم اكثر من 800 حيزيد وزنك. يعني بصير زي شك بالجسم، زي بالزبط. صدمه انه بالزبط. لما ياكل شيء غير السوائل خلص جسمك تعود على 800، لما تاخذ 1200 او 1000 هم اكثر من 800، بالتالي حيزيد الوزن. بعدين هدول اغلبهم ما بيطالبوا منك ممارسه التمارين الرياضيه، لانه انت ما حيكون فيكي طاقه تمارسي تمارين رياضيه. عرفتي؟ فانت قاعده، انت مو جاي على بالك تطلعي لانه تعبانه، عندك صداع، لانه الجسم مش طاقه، ما فيه طاقه. صحيح. عرفتي؟ دائما انا بقول لهم اسال نفسك اهم سؤال، وبكل حلقه بكررها، لما بدك تعملي نظام غذائي اسالي نفسك بقدر اضل عليه لايف ستايل طول عمري؟ اذا كان جوابك لا ما بتقدري، اسالي نفسك هل هذا الدايت اللي بدك تعمليه بروج لسلعه معينه انه انت جبتيه عشان هو دعايه لسلعه معينه؟ اكيد لا. فهنا انت ما تتبعيهم. هل هو على اسس علميه او لا؟ صح. انا لما بدي اطلع هلا على التلفزيون اعطي معلومه، انا ما مش من اي مصدر، مش اي موقع انترنت. أكيد. مش اي في شيء اسس علميه، يعني دراسات علميه مثبته، اسس علميه هون بده يمشي عليها الواحد، مش اي موقع انا بفتح عليه اضعف
رجيم التمر واللبن. لسه هلا كنت راح احكي لك عنه. قديش بنسمع عنه؟ يعني انا من حدا من صديقاتي تمر ولبن او جبنه وبطيخ المشكله انه لا معينه المشكله انه لا مجسم النفسيه كانت يعني بالمره. انا واحده من صاحباتي عملت طبعاً. هذا تبع اللبن والتمر نفسيتها يعني بالارض. سعرات حراريه قليله بتمنعك عن ممارسه علاقاتك صح. الاجتماعيه كلها انه انت مو جاي عبالك تطلعي صح. طلعتوا انتوا صاحبات جمعه ما بتطلع معكم لانه هي التمر ولبن بس انتوا رح تاكلوا بالزبط. فهذا كله بخلي المود سوينج عندنا يعني المزاج يطلع وينزل. نيجي للديتوكس. الديتوكس كمان فاشن وبرجع بكرر ما في إشي علمي اسمه ديتوكس. جسمنا مسؤول، هو اللي بيخلص الكبد، هو اللي بيخلص جسمنا صح. من السموم. ديتوكس إيش هو؟ هو إنهم ضلوا يشربوا عصائر خضار عصائر فواكه لفترة أسبوعين، وأكثر هم بيعملوا المشاهير مثلا ضلوا يعملوا عصير سبانخ مع بروكلي. هم فكروا انهم عم بخلصوا جسمهم بالسموم، ولكن انا بحس الاغلب صار عشان دعايه لشيء معين ممكن بالزبط. يا لماده او لعلبه نرجع او للدعايه بنرجع للفاشن بالضبط. انيه المي اللي فيها الليمون هاي مش ما بتعمل شيء لجسمك، هاي بتشجعك بس على انك تشربي المي. وانا من اول الناس مي عاديه بحط فيها ليمون او نعنع او خيار او بطيخ عشان اقدر اشرب المي، لانه انا مثلا ما بحب اشرب مي كثير. هاي بروتين دايت مثلا، هاي بروتين اللي هو زي الكيتوجينيك دايت، يعني اللي بتاكلي لحوم كتير، بيض، منتجات ألبان، خضار فقط بعيدا عن كل النشويات وعن كل الفواكه. كتير بيستخدموه في دايت الأتكنز. هو الأتكنز دايت أتكنز من هاي بروتين. من هاي بروتين بسمي أسماء مختلفة. أنا اللي سمعت اللي سمعت عنه إنه هو أنت بتاكلي فات عشان تخسري فات بالضبط صح؟ بالضبط. بس مثلا ممنوع خبز هاي الأشياء، ممنوع خبز وفواكه. هو إيش مبدأه؟ مبدأه إنه أنت ما تاخدي طاقتك من الكربوهيدرات، ما في كربوهيدرات، بتقوم جسمك بياخد طاقة من الفات أوكي؟ بس هو جسمك رح يرجع ياخد طاقته مش بس من الفات، رح يصير ياخد طاقته من البروتين. إيش يعني من البروتين؟ يعني من العضلات. فهون رح تخسري كتلة عضلية صحيح. واللي بياكل كتير بروتين عشان يفكر حاله إنه هو بزيد كتلته العضلية بدون تمارين رياضية كتير غلط صح. كل كيلوغرام من الجسم بده اقل من 1 جرام بروتين، 8 بالعشرة جرام بروتين. فانت لو اخذت الضعف بدون ممارسه تمارين رياضيه انت ما راح تزيد كتلتك العضليه. كتلتك العضليه دايت صحي بروتين مدروس مع ممارسه تمارين رياضيه. فاللي بيعمل هدول بهدف زياده العضلات يعرف انه بدون تمارين رياضيه راح يلجا جسمه بالاخر انه يستخدم البروتينات أوكي. بالتالي يصير عندنا بالنهايه مش شغله ممكن نظام زبط معي يزبط مع الكل، ما هو الاجسام بتختلف. ليش بنحكي اخصائي التغذيه؟ لانه هو اللي بيعرف لايف ستايلك ايش هو، بيعرف جسمك كم مره عامل دايت، بيعرف ايش طريقه اكلك، فهو لازم يكون يعطيك الدايت. كثير بنلاقي رجيم 1200 سعره على الانترنت اوكي، 1200 سعر حراري. طيب انت مريض كلى محطوط مشمش بهذا النظام مثلا، هذا المشمش مثلا عالي بوتاسيوم ما بيفيدك، عرفتي كيف؟ فبالتالي هذا الهاي بروتين دايت لما احنا نبتعد عن الفواكه نبتعد عن النشويات، هون جسمنا خسر عناصر كثير. الفواكه فيها اشياء اسمها فايتو كيميكلز، نوع من المواد كثير مهمه الفايتو كيميكلز لمحاربه السرطان، محاربه امراض القلب. لما انت هون هاي بروتين دايت ما بيعرفوا خطورته، انه هون بياثر على حموضه الدم، بصير عندنا الدم اسيديتي يعني اسيدوسز بنسميها، انه صار الدم حامضي، فبالتالي هون رح يصير في عندنا غثيان، رح يصير عندنا صداع. ايام في ناس ممكن انهم يغيبوا، بعطينا ريحه التم الكريهه، رائحه النفس الكريهه. ليش؟ لانه كون عندنا اجسام بنسميها اجسام كيتونيه، كيتونز بودي، عرفتي هدول ليش؟ لانه الجسم ما اخذ طاقته من الكربوهيدرات، السكر اخذها من الدهون، ففي نتائج. فاحنا ما نتطلع دائما على غيرنا او ما نتطلع على بس اعلان صح أوكي؟ اكيد هي ترند، يعني انا حسيت هالكيتو هي مش ترند، هي خلص مجرد ما قال لك انه بتصيري تحرقي دهون انت بتكيفي انه رح تحرقي دهون صح. بس هاي الشغله ما رح تستمر. لما ترجعي تاكلي خبز ورز هون جسمك حيتعامل معهم بطريقه كثير غير عن الاول، لانه هو مش عم بيتعامل معهم له فتره صح. وبالتالي زياده سعرات حراريه وراح يزيد الوزن. بدي اسال سؤال بس، انا مره سمعت من حدا بعرفه انه بطريقه كثير ضعفوا فيها، انه مثلا كل يوم بياكلوا 1500 سعره حراريه بس. يعني هم بيقسموها بس حسب الشيء اللي بدك تاكليه، بس المهم انه بس 1500 اوكي انت بتقسميهم عادي؟
عادي 1500 بس هو حسب طوله، حسب وزنه، حسب كتلته العضليه، حسب نشاطه البدني. انت لو تاكلي 1500 بجوز تزيد وزنك. عنجد هذا الشخص بده يكون 1500 ضعفه، بده يكون عنده وزن على جسمه شو بيطلب وشو بيحتاج. طبعا طبعا أوكي. عرفتي يعني انت 1500 بجوز تزيد وزنك، ممكن هي تلعب رياضه لا تضعف على 1500. فما بنعمل 1500 لانه هذا الشخص عمل 1500 سعر حراري، يعني مش لاي حدا. لا أوكي. لا شخص بياكل شاب 3000 سعر حراري لما ياخذ 1500 كثير قليل عليه في البدايه، رح يتعود جسمه عليه، يعني رح يرجع نفس مبدا ال رح يرجع على مط معين 1500 خلص جسمه تعود بطل ينزل شهر شهرين نزل بعدين حيوقف. جريب فروت دايت بضلوا 10 او 11 يوم بس بياكلوا جريب فروت، بس مش المفروض بيأذي المعده؟ بحرق طبعا، بيأثر على الجهاز الهضمي، بيعمل اسهال، كل هاي الانظمه ممكن تعمل لك اسهال امساك اسهال امساك، يصير عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي. جريب فروت هون او اي نوع واحد، مش شرط جريب فروت، الرجيم النوع الواحد كثير سعراته الحراريه قليله، كثير بشعرك بالملل، فبالتالي انت لما تشعري بالملل تكون ستريس ما راح ينزل وزنك، واذا نزل وزنك تاكدي انه سوائل مش اكثر. بلس الكريبي فروت هون كثير بتعارض مع ادويه زي ادويه الضغط، ادويه الكوليسترول، ما بس اللي بياخذوا هدول الادويه يرجعوا يستخدموا نوع ثاني من العصائر مش الكريبي فروت او من الفواكه، فبالتالي الرجيم النوع الواحد مرفوض، بندرج تحت الفات دايت الانظمه الشائعه الخاطئه. كبش سوب شوربه الملفوف مرقت موضتها بصوره كثير كبيره، انه بتضلي شهر بس انت على شوربه ملفوف اللي هي بصل بدون زيت، بصل وملفوف وكرفس وبقدونس بيعملوها، وفي ناس كانوا يخزنوها بالثلاجه يعني يضلوا ياكلوا منها. عرفتي؟ زي مبدا الديتوكس بالضبط، هي سعرات حراريه كثير قليله رح تعطيكي اقل من 800 سعر حراري في اليوم. الملفوف كثير اليافه عاليه، بيعمل عندنا نفخه غازات، فهي كلها من يعني من الاشياء الخاطئه. فود كومبينيشن كثير في دايت موتو، انه مثلا كلي خضار مع بروتين، التنين هدول مع بعض بصير تفاعلهم بالجسم تضعفي، بس ما تاكلي رز مع البروتين، يعني اذا طابخين فاصوليا كل الفاصوليا مع اللحمه بس ما تاكلي الرز معهم مثلا، فهذا ما في اي اساس علمي، بالعكس احنا دائما بنقول نخلط النشويات مصدر نشويات مع مصدر بروتينات حتى نحصل على الاحماض الامينيه كامله، يعني ساندويش حمص، اوكي؟ ساندويش حمص، هون انت حصلتي على الاحماض الامينيه كامله، يعني صار عندك بروتين كامل. واخر شيء الجلوتين فري اذا سمعتوا فيه، انه انا بدون اي استشاره طبيب ما عندي حساسيه قمح، ما عندي مشاكل قولون، بروح بعمل حميه جلوتين فري، جلوتين فري اللي هي ابتعد فيها عن الخبز ومنتجاته، عن القمح ومنتجاته، قمح، شعير، شوفان. ليش؟ بحيث انه هذا الجلوتين فري بضعف، هو ما بضعف، انت لما بعدتي عن الخبز ومنتجاته، بعدتي عن الكيك، بعدتي عن الدوناتس، بعدتي عن البسكوتات، بعدتي عن الكعك، فهون انت بالتالي قلت سعراتك الحراريه، قلت الدهون اللي عم تاخذيها من هاي المنتجات الكيكات الباستريز هدول، فبالتالي انت ضعفتي. بس هلا انا هذا الجلوتين فري انا صاحبتي حكت لي عنه، بحس انا عندي مشكله بالقولون يعني دائما، وكنت زادت لما صرت يعني اوقات الاحظ من جد مرات بيكون عدم تحمل الجلوتين، يعني بصير عندك هذا الجلوتين قولونك مش عم بتحمله بس بعد استشاره الطبيب لما نشوف ايش مشكله القولون. كثير ناس بيجي بكون هو مشخص انه عنده قولون عصبي، بقول لي انا عندي قولون عصبي، رحت على الدكتور لا، طب كيف شخصنا انه عندنا قولون عصبي؟ ممكن هذا مش قولون عصبي، قولون عصبي كثير اعراضه اعراض مراره نفس اعراض القولون العصبي. صحيح. عرفتي كيف؟ فما نشخص احنا قولون عصبي، القولون العصبي مش شيء بس احنا شخصناه بالاكل، بعدت عن هي الجلوتين. كمان بتحسيه يعني ترند كمان حياتي. يعني الكل عنده قولون انا كمان عندي قولون. صح. لا لا مش هيك هو الموضوع، وبالتالي الجلوتين فري هو حميه علميه عملوها، حتى الهاي بروتين الكيتوجينيك دايت هدول عملوهم تحت اشراف طبي، نقول لمرضى الصرع مثلا. عرفتي كيف؟ بناسبهم الكيتوجينيك دايت، بعد انواع السرطان بناسبهم الدايت اللي هو قليل الكربوهيدرات. هو انا نسيت طيب. اسم الشخص بالضبط اللي طلع بالكيتو دايت، بس هو اظن الكيتو شيء كثير قديم وهلا بلشوا يرجعوا قديم يعملوا. من منه الاتكنز دايت. يس. ليش سموه كيتوجينيك دايت؟ لانه بيكون عندنا اجسام كيتونز بودي، الاجسام الكيتونيه اللي هي بتضر جسمنا، بتعمل دمنا بميل للحموضه اكثر. طيب. هلا على فرض حدا من او شخص تبع واحد من هدول الأنظمة وفقد وزنه
شو المخاطر اللي بعد ما يفقد وزنه ممكن يرجع ياخذ مكملات غذائيه من اول وجديد او شو هلا فقد وزنه؟ اعرفي تماما انه حيكون في عنده نقص بالعناصر الغذائيه من الفيتامينات ومن المعادن، لانها هدول كلهم ولا واحد بغطي جميع احتياجاتك من العناصر المعدنيه والفيتامينات. ممكن يصير عنده نقص فيتامين دي، ممكن يصير عنده نقص الحديد، وهدول كلهم كمان بياثروا على الوزن. عرفتي كيف؟ فبالتالي هاي احدى المخاطر. اللي هو ثاني شيء لما يرجع لنظامه الغذائي تاكد تماما انه راح يرجع يزيد وزنه، راح يرجع يضعف، راح يدخل بشيء اسمه يويو سايكل. يويو سايكل يعني صح تضعفت صح تضعفت صح تضعفت، عمليه الايت صارت عندي كثير واطيه، فبالتالي انا ما راح ارجع اضعف مع اتباعي اي نوع من انواع الدايت. طيب اذا اجاكي حدا معاني او عانى من واحد من هدول بيجو، شو اول خطوه بتتبعيها؟ اول خطوه اني برجع بالتدريج بشتغل على عمليه الايض اللي عنده. طب هو صحيح انه المفروض الواحد خلال الدايت مش مفروض انه يقطع اي نوع من الاكل، ولكن بنسبات معينه اللي هو لايف ستايل طبيعي. لايف ستايل، رحتي على مطعم تعرفي ايش تاكلي، رحتي على حفله بوفيه تعرفي ايش يعني تأكل. بالكميات كمان كميات بتأثر. مدروسه. انت فيكي تاكلي رغيفين خبز، ممكن هي رغيفين الخبز باليوم ممكن بدها ثلاثه، هي بناسبها ثلاثه باليوم حسب تقسيمه السعرات الحراريه. صحيح. بس اللايف ستايل، حتى حلويات بالدايت بنعطي حلو، نعطي حلو بس بدل ما ياكل وايد كنافه ممكن ياخذ ربعها. تمام. بتعرفي شغله برضه في ناس عن جد فكرها بتنحف عليها، اللي هي تاكل وجبه باليوم. هلا انا لانه كان بفترات شغل بتمر علي مثلا ما بلحق اكل غير وجبه باليوم، هاي الوجبه بتنصحني كثير وزاد وزني. هاي الشغله اللي الناس بتعرفي ليه؟ لانه انت جمعتي سعراتك الحراريه على وجبه واحده، جسمك هون حيدخل بحاله مجاعه، عارف انه ما في غيرها، مش حيحرقها. صح. لانه جسمنا يعني بيعرف يعني كده ذكي الجسم، عارف انه ما في غيرها، والواحد طول اليوم جوع مش حيقدر ياكل شيء هيلثي، ما حيغطي عناصرك. هلا انا زيك بس يعني بكون لاني مو ماكله، فانا باكل بسرعه، فيدوب باكل السمول بورشن وخلص بصير غلط. كثير غلط. بالعكس لو تاكلي ثلاث وجبات حتحسي انه جسمك غير، وزنك غير، كتلتك العضليه ممكن تكون احسن مع ممارسه التمارين الرياضيه. طيب هلا اذا في حدا عم بحضرنا وحابين ينزلوا وزنهم، شو النصائح اللي بتقدري تقدميها لهم؟ النصائح يروحوا لاصحاب الاختصاص، كثير في جروبات على الفيسبوك هي بتعمل دايت، يعني بتعطيكي دايت هو مجاني. اي نعم، بس هو غير مناسب لحالتك. صح. الصحيه. صحيح. انت مريضه غده درقيه. صح. ما بناسبك الدايت اللي معمول، ما بتناسبك هاي السعرات. يس. فبالتالي يلجأوا لاصحاب الاختصاص، ما ياخذوا من اي موقع على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يطلعوا على الدعايه، العنوان فقط. صحيح. العنوان حارق للدهون، كلمه حارق للدهون، ما في شيء اسمه حارق للدهون، ما في شيء حارق للدهون، دائما المعادل كالوريز ان اقل من الكالوريز اوت، يعني السعرات الحراريه تدخل جسمنا لازم تكون اقل من السعرات الحراريه لما نصرفها، يعني نصرف اكثر مما ناكل. هاي هي معادله الدايت الصحي اللي بدي يخفف وزننا، ينقص وزننا. يعني يا خلود انا بدي اشكرك على النصائح اللي قدمتيها، وان شاء الله انا باجي بتبع نظام عندك، لانه جسمي مصدوم اوريدي من كميه الاكل اللي باكله. بالضبط. فشكرا لك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اذا مشاهدينا من فقره نهارك صحي ومع ومن اخصائيه التغذيه خلود، بدنا نروح لفاصل ونكمل معكم.